السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة رهيبة جدا ومختلفة قوي يا بنات. اكيد كلكم سمعتوا عن سيرم فيتامين سي للبشرة، وفي بنات كتير دلوقتي حبايبي بتحب ان هي تجيبه وبتستعمله من كتر ما هو له فوائد رهيبة للبشرة. انا النهاردة بإذن الله هعلمكم ازاي تقدروا تعملوه في البيت وبكل سهولة، وهخليكي تاخدي نفس النتيجة بتاعة السيرم اللي بيتباع بفلوس كتير جدا. بتبتدي يعني السيرم ده يا بنات مكلف جدا، بيبتدي بتبقى ازازة صغيرة قوي بتتباع ب200 جنيه لحد 800 جنيه وانت طالعة كمان، من كتر ما هو فوائده رهيبة جدا للبشرة. وان شاء الله يا حبايب قلبي اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفي طريقته، هي سهلة وبسيطة ومكوناتها تقدري ان انت تجيبيها بكل سهولة ومش هتكلفك اي حاجة، بس فعلا نتائجها هتشوفيها هتكون مذهلة وهتنبسطي بيها جدا. وان شاء الله يا حبايب قلبي قبل ما نبدأ في وصفتنا النهاردة ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي اشتراك للقناة. واتمنى منكم ان انتوا تتابعوا الفيديو لحد الاخر عشان تستفيدوا ان شاء الله بالفيديو النهاردة. اول حاجة يا حبايبي كده هنجيب طبق فاضي، واول مكون معانا هتجيبي اي فيتامين سي من الصيدلية، في اللي هو حاجة اسمها فيتاسيد سي بيبقى فوار، عبارة عن اللي هو الأقراص، فوار الأقراص دوت كلنا عارفينه، وفي فيتاسيد سي فوار اللي هو بيبقى في العبوات دي. أنا اتوفر عندي العبوات دي، لو انت هتجيبي الأقراص هتطحني هو قرص واحد هيعملك معلقة كبيرة، هو ده اللي هنستخدمه بس، وأنا هفضي معاكم العبوة دي هشوف لو عملت لي معلقة كبيرة يبقى أنا هاخد هو كيس واحد بس، لو احتجت كيس تاني او نص كيس ايه هنشوف مع بعض دلوقتي. مش قادرة اقول لكم يا بنات يعني تحفة تحفة جدا. بصوا هو الكيس عمل لي ايه، يعني معلقة مش مليانة قوي، هضطر ان انا هفضي كيس كمان. هو اسمه فيتاسيد سي، بتجيبيه من اي صيدلية. مش قادرة اقول لكم يا بنات دوت يعني السيرم اللي احنا هنعمله بتاع فيتامين سي ده يعني بقول من احسن الحاجات اللي بتحارب الشيخوخة، بيزيد من نضارة البشرة جدا، واستخدامه يا بنات بصورة منتظمة هتلاحظي نضارة على بشرتك بشكل ملحوظ، وبيقلل من التصبغات اللي في الوجه اللي هي ايه بيخلي البشرة كده تتوحد لونها كله ما تبقاش لون ولون، هو بيساعد برضو على كده. ادي كده انا فضيت اهم كيسين من فوار فيتاسيد سي، ولو في اللي هو الفوار اللي هو ايه وريتكم كده عبارة عن اكياس، في اللي هو هتلاقي منه فوار عبارة عن اقراص، يعني اقراص بتضطري ان انت تدقيها وتنعميها تبقى بودر زي دي كده، بودر جاهز على طول ماشي. فهنفضي منه كيسين. بعد كده يا بنات هخففهم بقى بمعلقتين مي، معلقتين مية ورد، معلقتين من مية الورد. ادي معلقه، شوفوا هو بايه، اول ما بتحطي زي اي فوار عادي بيتفاعل على طول مع اي ميه وبيفور كده، واحط كمان شويه ايه معلقه كمان اهو، واقلب كويس جدا. مش قادره اقول لكم يا بنات السيرم ده هيفرق معاكم جدا، ويعني ان شاء الله هتلاقوا منه نتائج يعني خياليه. وهنحط تاني حاجه، تاني مكون هنحط اللي هو جليسرين، اي نوع جليسرين طبي عندك هنحط منه معلقه كبيره، معلقه اهي كبيره من الجليسرين الطبي. برضو الجليسرين الطبي ده يا بنات تحفه للبشره، بينعم الجلد قوي وبيفتحه وبيخليه رطب كده طول الوقت، في ترطيب عالي للجلد، يعني من ضمن الحاجات الحلوه جدا للبشره. ولو انت يا حبيبتي عندك اي تهيج او اي حساسيه في بشرتك، اللي هو السيرم ده بيساعد ان البشره تتخلص من الاحمرار اللي موجود في البشره وتهيج الجلد، بيساعد بصوره كبيره جدا في التخلص من الهالات السوداء، وبيشد البشره حلوه قوي يا بنات، وبيحمي البشره من اضرار الشمس. طبعا احنا كلنا بنخرج في الشمس فبنتعرض لاضرار رهيبه جدا من اضرار الشمس، فهو كمان من ضمن فوائد السيرم دي ان هو بيساعد على تهدئه الحروق الناتجه عن اثار الشمس اللي بتحصل لنا من ايه، من اشعه الشمس الضاره. اهو نقلب كده كويس.
واخر بقى مقوم معانا هضيف كبسولتين من فيتامين اي الف او فيتامين ه. اهو هضيف كبسولتين، مش قادرة اقول لكم يا بنات، يعني فيتامين اي الف ده حاجة برضو خيالية للبشرة. وبيرطب البشرة جدا بقى السيرم بكل مكوناته اللي احنا حطيناها دي، عشان هو بيحتوي على مواد مهمة جدا للترطيب، وبيحمي البشرة يعني بصورة حلوة قوي من الجفاف، بصورة كبيرة جدا من الجفاف. واهم فوائد السيرم كمان دي يا بنات، ان هو بيخلي البشرة ان هي تنتج مادة اسمها مادة الكولاجين. طبعا احنا كلنا بنسمع وعارفين مادة الكولاجين دي، اللي هي بتحافظ على البشرة وبتخلي الجلد مشدود وما بيكونش ايه فيه ترهل كده، وما بتخليش الجلد ان هو برضو يبقى عرضة للتجاعيد. مادة الكولاجين دي تقدري ان انتي من خلال السيرم دي، خلال السيرم اللي احنا بنعمله مع بعض ده، بيخلي الجلد وبيساعد الجلد ان هو ينتج المادة دي. مش قادرة يعني، دي من اهم فوائد السيرم دي. ده يا بنات هنقلبهم كده كويس بس، وبكده يا بنات السيرم عندنا بيكون جاهز بقى للاستعمال. اهم حاجة ان انت اما هتيجي تستعمليه هنستعمله بالليل فقط، يعني وانت على السرير كده وتكوني هتنامي او ما تتعرضيش لاي ضوء تماما، هتجيبي بقطنة كده، قطنة عادية خالص، وهتبلي منها وتمسحي ايه، تكون على بشرة نظيفة طبعا زي ما احنا عارفين، تكوني غسلها كويس ومنضفاها، وبالقطنة دي تمسحي على كل ايه وشك، تخليه يتغذى بكل السيرم اللي احنا عملناه ده، كل يوم بالليل قبل ما هتنامي، وبعد ما هيعدي ربع ساعة من ان انت ايه حطيتي خلاص السيرم، هتستني اما البشرة كلها تتشربه، هتجيبي اي كريم مرطب عندك وتبدأي ان انت تحطيه على الجلد. كل الكلام ده بالليل وانت خلاص جاية تنامي. مش قادرة اقول لكم بالحركة دي بتساعد الجلد ان هو يعني بيطرى جدا وبينعم وبيستفاد بكل المكونات الموجودة في السيرم ده يا بنات. بعد بقى ما انت خلاص حطيت الكريم المرطب، بعد ما استنيتي ربع ساعة على السيرم، مش هتغسلي وشك ولا اي حاجة، هتدخلي بقى تنامي عادي جدا لحد تاني يوم الصبح. بعد كده تبقي ايه تشطفي وشك، مش قادرة اقولك من اول استعمال وانت هتشوفي نتيجة رهيبة جدا، يعني من السيرم ده يا بنات من اول كده استخدام هتشوفي نتيجة حلوة قوي. واتمنى ان انتوا كلكم تعملوا الوصفة دي وتواظبوا عليها كل يوم بالليل قبل النوم، يعني تخلي ده الروتين بتاعك بتاع كل يوم بالليل. مش قادرة اقولك هتلاحظي فرق في بشرتك يعني 360 درجة من خلال السيرم ده. وفي حاجة يا بنات، اهم حاجة في السيرم ده ان انتي لو في اي حساسية عندك بنعمله زي اختبار حساسية، بتجربيه على اي حتة في الجلد عندك برضو، وتتأكدي ان انتي بشرتك مش بتتحسس من ايه من السيرم ده. اتأكدت ان انت هتحطيه لمدة نص ساعة، لقيت بشرتك تمام قبلاه وكويس، خلاص بقى تبدأ ان انت تحطيه عادي جدا، وانت مش قلقانة ان هو ايه ممكن يتسبب لك في اي حساسية. بس احنا ايه بنعمل كده مع البشرة الحساسة، مع ان هو يعني هو بيعالج اللي هم ايه عندهم حساسية في البشرة، بس برضو زيادة امان ان انت تعملي اللي هو اختبار الحساسية ده، هتجربيه على حتة صغيرة عندك من الجسم، وهتستني لمدة نص ساعة عشان تتأكدي ان هو ايه امن جدا على البشرة. البشرة اللي انا بتكلم كده اللي هم اصحاب البشرة الحساسة، اصحاب طبعا البشرة الحساسة اي حاجة بيتحسسوا منها بطريقة رهيبة جدا، فقبل اي حاجة ما تحطوها على وشكم لازم ان انتوا بتعملوا لها زي اختبار كده وتجربوها قبل ما تحطوا اي حاجة على وشكم. ودوا بقى بيتحفظ في التلاجة لمدة اسبوعين، بتاخدي الكمية اللي احنا عملناها دي هتحطيها، تجيبي برطمان فاضي كده، انا جايبة برطمان عندي ومعقمة وغسلها كويس، وهبتدي افضي الكمية اللي انا حطيتها دي عملتها فيه، وهشيله عندي في باب التلاجة كل يوم بالليل قبل ما هاجي بنام احط منه، افضي بس اتأكد ان كل حاجة فضيتها. مش قادرة اقول لكم يا بنات نفس نتيجة اللي هو والله السيرم اللي بيتباع في الصيدليات ابو 400 جنيه و500 جنيه، بس كده هتحطيه في باب التلاجة وكل ما هتيجي تستعمليه هترجيه كده وتجيبي قطنة تمسحي بيها على وشك، يعني ان شاء الله هتشوفي نتائج مذهلة. واتمنى منكم ان انتوا تجربوه، لان فعلا انا جربته ولقيت منه نتائج حلوة قوي يا بنات.
واتمنى يا بنات ان حلقة النهاردة تكون نالت اعجابكم، وما تنسوش بقى تدعموني بقى وتشيروا الفيديو لكل يعني احبابكم واصحابكم، لان فعلا الفيديو ده هيكون مفيد لبنات كتير جدا. وما تنسوش بقى تدعموا قناتي باللايك بقى، تعملوا لي لايكات كتير ان شاء الله، توصلوا كده اللايكات ل10,000 لايك، وتعملوا الاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك، وتنزلوا تعملوا سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.